وليبيا الرياضية بحثت عنهم، وفي برنامج الزمن الجميل استضافتهم، ومع حسن أبو عائشة حوار ولقاءات. في حاجة لليبيا حلوة، زهراء، واحدة من زهرات الكشاف، عمرها 8 سنين، اسمها ترى بهاء الدين أبو بكر بعرة، رفعت علم ليبيا بولاية فرجينيا بأمريكا في مخيم طبعا الذي يقام فيه 4 سنوات، كل 4 سنوات يروح فيه كشاف العالم لمدة 4 سنوات. هذه 8 سنوات سافرت عن طريق تونس ثم كندا ثم أمريكا بدون والدها. سبحان الله، طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات وتتحدث اللغة الإنجليزية والألمانية 8 سنوات. شوفوا يعني كيف وصلت لفرجينيا، استغربوا فيها، يعني رفعت على ليبيا وهم هي ممكن طولها متر بس، واللي في جنبها 2 متر و 3 متر. من الشعارات وين السفارات؟ وين الثقافة؟ وين الإعلام؟ وين بصراحة يعني هذه علم، رفعت علم ليبيا في فرجينيا 8 سنوات عمرها، المفروض يتم استقبالها في المطار استقبال الرؤساء، المفروض يتم استقبالها استقبال الرؤساء. مش شفتها أنا بصراحة في قناة ليبيا، الله يبارك فيه اللي حضر، لكن مش هيك، هذه قبل لا تجي المفروض داروا لها مراسم صح ونص، تستحق هذه تخش في سجل جينيس. يا سلام، أطول رحلة قامت بها هذه في الطائرة، معقولة 8 سنوات عمرها يعني بدون والدها، وتتكلم اللغة الإنجليزية بطلاقة والألمانية. نشكر والدها صراحة. وشين خلنا نعطيك شكون جدها؟ عاد جدها محمود الجهاني ما شاء الله، باهي. وجدها من الجهة الثانية المهدي اللي في أحسن، يعني هذه جينات رهيبة جدا. يا مسؤولين، المفروض يتم تكريمها ويتم ترجيحها للمطار، يرجعها للمطار باهي، ويديرها بساط أحمر وكل الوزراء يستقبلوها. هل هالظاهرة الرهيبة هدية 8 سنوات تتكلم اللغة الإنجليزية والألمانية وتمشي بروحها من تونس إلى كندا إلى وصلت فرجينيا؟ حاجة غريبة يا أخوي علي، حاجة معجزة ولا مش معجزة؟ إيه ما في شك. وهكي ننسوها هكي لقاء بسيط في صباح الخير مش عارف الوطنية الله يبارك فيه، لكن مش هكي لا صح ومش صح. مؤسسة الكشاف اللي على رئيسها اللي هو الدكتور فرج القماطي، أرجوك حاول تاخذ المعلومة هذه وتدير رسالة رسمية إلى رئيس الوزراء، رئيس الحكومة هو رجل رياضي، واعطيه المعلومة هذه، حيتم استقبالها في مجلس الوزراء، رئيس الحكومة يستقبلها في طريق السكة ولا يمكن يختارها، ويستقبل هذه الزهرة هذه شرفت ليبيا وشرفت العرب وشرفت المسلمين. هذه ظاهرة مفتخص في سجل جينيس. أفهموا يا ليبيين، هذه قدراتنا طلعت من ليبيا، المفروض تفهموا تعطوا تحيي قدراتنا، وكل القنوات الليبية اللي موجودة هنا واللي برا طنطن تطلعوها في قنواتهم باش يعرفوا العالم أن لينا قدرات، حتى في الاختناقات عندنا قدرات بمجهود والدها الله يبارك فيه ووالدته. فهذه قدرات الليبيين. صحيح. أرجوكوا يا دكتور فرج القماطي، أنت صديقي وصديقي وصاحبي ونحبك وأنت راجل رياضي، دير مذكرة بهذه المناسبة وارفعها أنك أنت هيئة تحت رئيس الحكومة، ومتأكد رئيس حكومة مثلا فايز رجل رياضي حيتقبلها لأنه موصلاش معلومة، وحيديروا الاستقبال الرسمي لهالطاقة هذه، أنا نسميها طاقة، وفي نفس الوقت نعتبرها طاقة متاع 2019 مفروض تكرم صح ولا لا؟ وإحنا نعتز بكل من يرفع اسم ليبيا فوق. إحنا توا في اليومين اللي فاتوا القرقني حتى دمعتي نزلت. كيف لا؟ لأن رفع اسمنا كلنا في الاختناقات هذه، مش حاجة بسيطة يعني بس. فهذا يجب أن يقدر ويجب أن يكرموا فعلا. وأنا قلت لهم في اجتماع رسمي سري، قلت لهم المفروض هالشخصية هذه نرفعوا رموز، مثلا سيد عبد المنعم، سيد عمر بورقيقة، عبد الطيف حويل، لطفي بن موسى، رموز الأدباء والثقافة والرياضة، ويمشوا لتبرق، وبعدين ينتقلوا للبيضة بهالبطن هذا، بعدين يجوا البنغازي، بعدين يجوا الفزان، بعدين يرجعوا المنطقة الجبلية، حتى توحد ليبيا من خلال البطل هذا ومن خلال الزهرة هذه. ديروها يا مسؤولين، هاي جيبوا الزهرة هذه وجيبوا جمال القرقني وديروا لها 20 واحد من رجالات الثقافة والأدب والرياضة، وديروهم في قافلة وتشوفوا ليبيا حترجع من خلال الرموز هذه. ترجع وما زال حيكون لنا اسم وحيكون لنا حيرتفع علمنا، لأن عندنا شباب طموح
وعندنا شباب قادر ونقدروا نكونوا. اسمها من شخصية عمره 88 عام، شوف شنقال لكم مش من كلام حسن بوعيش.